رجعنا لكم مشاهدينا من بعد هذا الفاصل، وحديث طلابي الحين راح يجمعنا مع مجموعة من الطلبة اللي يدرسون في الخارج. راح يكون معنا عبد الله السويري رئيس الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة، وسعود الشمري نائب الرئيس والمسؤول عن طلبة ويست، وفواز الكندري الأمين العام. حياكم الله معنا. الله يحييك. حياكم الله ومنورينا. في البداية عبد الله، خلينا نتكلم عن دور اتحاد الطلبة في أمريكا، شنو دوركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أول شيء أحب أشكركم على هذه الدعوة ومسي على أخواني وأخواتي المشاهدين والمشاهدات. من ناحية دورنا إحنا كطلبة عندنا الدور الأكاديمي والدور التوعوي وأدوار أخرى، لكن يعني هذا التركيز اللي دائما إحنا نسعى له. من ناحية الأكاديمي عندنا المشاكل اللي يواجهونها الطلبة ونسعى في حلها، ومع تقديم المطالب الطلابية اللي هم يعني من ناحية اقتراحاتهم يقدمونها لنا واحنا نوصلها للجهات الرسميه. ومن ناحيه المساعدات للطلبه بالذات حق المستجدين اللي من ناحيه اول ما يتخرج من الثانوي نكون مباشرين معاه في شغله من ناحيه تقديم على المعهد وعلى الفيزا، ومن ثم لين يوصل امريكا ويكون هناك ممثل للاتحاد يستقبله من المطار، يخلص شغله من ناحيه السكن، يطلع له الخط التليفون، حساب البنكي، لين الدوام بعدين يقول له يلا الحين نتبلش الدور. الباجي عليك. الباجي عليك. من ناحيه الدور التوعوي عندنا اللي هي المحافظه على الهويه الكويتيه، يعني اي طالب يوم يروح امريكا ينصدم بالثقافه اللي هناك. صحيح. 180 درجه فرق عن هويتنا، فالمحافظه على الهويه الكويتيه هذا شيء اساسي يعني احنا كطالب لازم نحافظ عليه. وهم عندنا من ناحيه المنظمات الخيريه ان دور توعوي انساني انك تساعد فيه، ان كان شيء داخل الكويت ولا خارج الكويت من ناحيه التبرعات ابد، يعني هذا شيء توعوي على الطلبه المفروض انه يتجهون له. جميل. سعود، هل عندكم مقر هنا موجود في الكويت؟ الله يعطيكم العافيه بدايه. بالنسبه للمقر يعني نعاني مشاكل صراحه، ما كان ودنا ان نتطرق لها الحين، بس الاتحاد السابق الى الان ما سلمنا المقر الموجود. بس هم عندنا خطه بديله يعني على ما يردوا لنا خبر في مقر جمعيه المهندسين شغالين عليه ان شاء الله. ونتمنى انهم يردون علينا بس وقت الامانه، يعني هذاك مقر الاتحاد الرئيسي يعني يعتبر اللي بمنطقه الحره. هالمقر هذا ايش كثر راح يسهل على الطلبه خاصه المستجدين؟ صراحه يعني لحد الحين قاعد يكلمونا طلبه انه يبون مساعدات بتقديم جامعات، يعني حق السبرينج طلبه السبرينج ما في قليل اللي راح يطلعون البعثه، اغلبهم حضروا لغه التنوير اللي صار الاول. اما حاليا في طلبه يبون يقدمون على الجامعات، فقاعد تواجه مشاكل ونهائيا ما في اي رد من الاتحاد السابق، نكلمهم تلفونات شيء نهائيا ماكو رد، بس ان شاء الله قاعدين نحاول ان نتخطى هالمشكله هذه. وباذن الله كبدايه يعني تونا ماسكين احنا، تونا رادين من امريكا يعني الكويت. الله يوفقكم يا رب وانتم قدها. فواز، ذكر عبد الله ان دور الاتحاد تحاولون تحلون بعض المشاكل، وسعود قال لنا ما عندكم مقر الحين كبدايه انكم سكتوا الاتحاد، ولكن شنو المشاكل اللي تواجه الاتحاد في الامريكا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف خلق الله سيدنا محمد. نشكر قناه الراي اللي عودتنا على الدعم المتواصل للطلبه وللجموع الطلابيه والاجيال القادمه. بالنسبه لسؤالك عن المشاكل اللي تحوش الاتحاد، احنا عندنا مشكله واحده اللي نواجهها، هي مشكله كبيره يعني، هي الدعم المادي والمعنوي. يعني احنا كاتحاد احنا نقيم فعاليات مثل النشاطات على مدار السنه والحملات التوعويه والثقافيه، ونقيم نشاطات على مدار السنه، ونقيم مؤتمر هو اكبر فعاليه خارج الكويت للطلبه الكويتيين. صحيح. وملتقى مخيم الاتحاد بالكويت والى اخره. فاحنا عندنا فعاليات كثيره محتاجين الدعم من الدوله ومن الشركات الكبيره، والناس ما تقصر يعني. يعني اهل الكويت فيهم يعني يدعمون الطاقات الشبابيه ويدعمون هذا. الله يعطيهم العافيه. فاحنا محتاجين الدعم المادي، كذلك محتاجين الدعم المعنوي من الحكومه والدوله. ان شاء الله هذا اللي يعطينا الدافع خلينا نكمل ونستمر. صحيح. ان شاء الله باذن الله. فواز، كلمنا عن عدد الطلبه الموجودين حاليا في امريكا، وشنو هي الفعاليات اللي انتم تقدمونها لهم هناك؟ وياك عبد الله. عبد الله عفوا، انا اسفه. لا ابد. من ناحيه العدد الطلبه في امريكا ترى عدد جدا كبير، يعني ما ادري اذا عندكم علم عنه، ما بين ممكن 13000 الى 14000 طالب يعني موجود عندنا في امريكا. هذا عدد جدا كبير انك تنظم لهم فعاليه واحده فقط او نشاط واحد، ما تقدر. صح. تجمع العدد هذا كله في مكان واحد. صحيح. فمن ناحيه الانشطه عندنا الانشطه المصغره احنا نسميها، من ناحيه بطوله فيفا، بطوله قدم، طائره، كوت، البلوت، هذول اشياء مصغره تجمع طلبه المنطقه
تسوي عليهم كلوز، تسكرهم، تشوفهم في كل ولاية هذا الموضوع؟ اي بكل ولاية وبكل منطقة، ما تحددنا عن ولايات، نتج حتى في المناطق نفسها. يعني عادي ممكن في ولاية فلوريدا ممكن نسوي نشاط حق 7-5 مناطق، صحيح. يعني ما أثبت بمنطقة واحدة، لا أتجه لعدة مناطق من ناحية الأنشطة. إن المغزى منها أو الهدف من النشاط المصغر تشوف الطلبة ويشوفونك، تعرفون عليك، تصير هناك علاقة ود، إن حتى لا صارت مشاكل يتجه لك على طول، تأخذ تسمع من الطالب نفسه أفضل من إنه مثلا يتجه للأدفايزر وإنه مثلا يحتاج وقت طويل إنه يتواصل معهم. من ناحية الفعاليات اللي هي الفعاليات الكبيرة، يعني مثلا تصير بطولات قدم كبيرة بين ولايات، تصير عندنا بعد الفعاليات اللي مثلا حق 25-26 فبراير، هذه فعالية نوزعها على الإيست والوست، على على القسمين هذول، انه نحدد مكان في الجهة الإيست ومكان في جهة الوست لهذه الفعاليات، وعندنا فعالية المؤتمر لهذا تصير في نهاية السنة دائما. نعم. ممتاز. سعود، كلمنا عن التنسيق ما بينكم، هل هناك في تنسيق بينكم بين أي اتحاد آخر في باقي الدول وأيضا بين الجهات الحكومية بالكويت؟ هو الأمانة يعني مو بكل شيء ننسق وياهم صراحة، لأن اختلاف أنت عارف البعد شلون الأمور هذه، بس في مثل البيانات الوطنية تحتاج أن وقفة أبناء الكويت وتحتاج وقفة الطلبة، هني نقدر نكلم اتحادات مثل اللي صار تسوي وقفة تضامنية مع حلب يعني عند السفارة الروسية، تواصلنا مع اتحاد الوطني الكويتي فرع الكويت، والأمانة يعني كانوا جدا داعمين، شفنا هذا السوشيال ميديا طبعا، اي جزاكم خير، فقدموا هم رسالة تدعو الجموع الطلابية والاتحادات انهم يشاركون في الوقفة التضامنية، في مثلا اشياء ترفيهية ممكن تكون مستقبليا اللي هي بطولات كرة قدم، الاشياء هذه يعني صراحة بشكل عام يعني وياهم احنا بالبيانات صراحة. فواز، طبعا انا اركز على سامي عشان بعد ما اخربط اساميكم صح. فواز، الطلبه المستجدين اللي يروحون لامريكا دائما ما يكونون هم يواجهون صعوبات، يمكن مو عارفين البيئه اللي رايحين لها، مو عارفين امور التسجيل وغيرها من الفيزا وهذه الامور الكثيره، شلون انتم كاتحاد تقدرون تساعدونهم في البدايه؟ انا كاتحاد وطني طلبه الكويت اسعى كل السبل الى توفير الراحه للطلبه المستجدين، خاصه المستجدين لانه يواجه صعوبه. فانا اقيم له لقاء تنويري، وباللقاء التنويري اعرفه على التخصص، واعرفه على معهد، واعرفه على المناطق، وعلى الولايه بشكل عام. واعرفه يعني اخليه يتكلم مع الناس، مع الشباب اللي قبله، يعرف شنو المعيشه هناك. انت موديته قاره ثانيه، صح. دوله ثانيه، بقوانين ثانيه، بحياه ثانيه. فانا اسوي له حملات ثقافيه، حملات توعوية، حملات تعرف على معهدك، حملات تعرف على جامعتك، على تخصصك، بكذي أنا أقدر أوصل لعقل هالطالب هذا، وبين له وأحاول إني أساعده، وأساعده بتقديمه يعني بالمختصر أساعده من القرار اللي يتخذه هو بيدرس بأمريكا إلى الاستقرار بالولايات المتحدة الأمريكية. حلو. فأنا البروسس هذا كله أنا معاك من الألف للياء لين تستقر. وبعد هذا بغض النظر عن طلب المستجدين، بعد ما أنت خلاص تستقر انا راح اظل معاك، لاني انا خط الدفاع الاول عن الطلبه. لكن شيء يحتاج الطالب إيه؟ بعد ما انا استمر انا خط الدفاع الاول عن مطالبك وعن حقوقك وعن مشاكلك، انا اللي اواجه عنك. جميل، ممتاز. فهذا هذه ممتاز، قواكم الله. عبد الله، خلينا نتكلم عن مؤتمر اتحاد الوطني لطلبه الكويت في فرع امريكا اللي صار. ما شاء الله الاتحاد او المؤتمر بالذات هذا اجمل شيء الاتحاد يختمه فيه سنته، يعني هو دائما يصير في ثانكس جيفينج اللي هو من 24/11 الى 27/11، يعني في العطله هذه يصير المؤتمر، وهذا كيوم ثابت يعني من زمان، هذا شيء من ممكن قبل 10 سنين. المؤتمر شيء جميل انه راح تواجه ناس ما عمرك شفتهم، يعني انا في اول مؤتمر لي 2014 اشخاص ما شفتهم من سنتين، تتفاجأ تقول له وينك؟ شو الدنيا فيك؟ شلون جيت لهني؟ من هذه الامور راح تتعرف على ناس واجد، راح تشوف ناس من سنين ما قابلتهم. المؤتمر هذا يعني يجونك الجهات الرسميه، السفير سعادة السفير يكون متواجد، رؤساء الملحقيات، الشركات الكبيره الراعين عنهم، تحصل ناس واجد يعني من ناحيه كالجهات الرسميه والجهات حتى الحكوميه يكونوا متواجدين، فهذا شيء يمثل الدوله. فلازم انك تطلع باجمل صوره يليق فيك ككويتي ويليق فيك كدولتك العزيز دوله الكويت. صحيح. سعود، يا ريت لو تكلمنا اكثر عن اذا الطلبه اشتكوا من
المشرف الدراسي، هل أنتوا تقفون معاهم؟ هل تساعدونهم في حل هذه المشكلة؟ أكيد، يعني الأمانة إحنا نعاني من مشكلة اللي هي نقص في عدد الأدفايزر اللي هو المساعد بالملحقية، ملحقية لوس أنجلوس ولا ملحقية دي سي. طالبنا بزيادة عدد الأدفايزر، وإن شاء الله أنه في يعني توافق مع الملحقيات إن شاء الله. بس الباقي كله التعليم العالي، يعني اعتبر انهم ما بيدهم يوظفون ناس يعني هالشيء هذا. صحيح. واكيد احنا نوصل لهم مشاكل، نوصل الملحقيه. انا كمسؤول طلبه الوسط في اجتماع شهري راح يكون مع الملحقيه، ان توصيل طلبه، توصيل مشاكل الطلبه اللي هي من اكاديميا، من امور ثانيه، يعني اي مشكله يواجهها الطالب احنا نوصلها للملحقيه او للقنصليه. نعم. حلو، ممتازه. فواز، في حال اذا طالب يعني صارت معاه مشكله قانونيه، هل تتجهون الى الجهات الرسميه وتتعاونون معاهم، ولا شنو القرار اللي يتخذ الاتحاد الوطني مع هذا المشكله؟ طبعا اذا صارت اي مشكله لا سمح الله لاي طالب، احنا نتواصل، عندنا خطوط ساخنه مع القنصليه والملاحق الثقافيه والسفاره، وتوفر له الدوله، توفر لهذا الطالب محامي. فاحنا دايركت في مشكلة يتواصل معنا، احنا نتواصل مع السفارة والملحقية والقنصلية، وتوفر له محامي ونكون معاه من الألف إلى الياء بهالموضوع، إلى أن الله يسهل أموره يعني. فمعاه احنا بالنواحي القانونية. جميل. عموما احنا حديثنا مستمر، راح نسألكم أكثر عن الاتحاد ودوركم اتجاه الطلبة، لكن من بعد هذا الفاصل. رجعنا ومكملين حوارنا مع طلبتنا في الأمريكا والاتحاد الوطني. يعطيكم العافية على الجهود والكلام اللي قلتوه في السيجمنت اللي طاف. ولكن فواز عبد الله ذكر أن المؤتمر شو اللي صار فيه، ولكن نبي نعرف أهم الأحداث اللي صارت في هذا المؤتمر وأهم القرارات اللي اتخذتوها. للأسف يعني بالمؤتمر ردة الفعل كانت أكبر بكثير من الفعل نفسه. صح. فردة الفعل أني أنا أدخل شرطة وأدخل بوديغارد وطرد وأنشر صور لطلبة أحدهم عضو اتحاد حالي، ويتم طرده من الفندق لسبب أني أنا قاعد أمثل الديمقراطية. هي شنو المشكلة بالضبط علشان يكون واضحين؟ المشكلة حشد كبير. أوكي. ناس تبي تحتفل فايزة، ناس حزينة أنها خسرانة، هذه الديمقراطية. صح. أنا ما يعني أفرح بزيادة ولا أحزن بزيادة. صح. وما أثر على اللي حولي، يعني أنا ما أفرح وأقوم أطقك وأنت ما تزعل وتبكي. انت خسرت، انا فزت. يوم لك يوم عليك، لوعد السنه الجايه. هي كذي، بس انت رده الفعل كانت اكبر بكثير من الفعل نفسه بالجهات المعنيه، سواء كان الاتحاد السابق ام الفندق. فاحنا خلافنا مع رده الفعل، والاتحاد السابق يقول ان الفندق، واحنا ما نقدر. هو الامانه لانه هم كانوا في كل سنه يكونون هم في صداره، فهذه السنه كانت النتيجه عكسيه، غير متوقعه. فرده الفعل ممكن ان هي تكون حاده شوي، لكن ايضا قرارات اللي صارت يعني كتجمع وممارستكم لهذا دوركم الديمقراطي، ما اظن انها كانت مشكله من الفندق نفسه، كانت بسبب ردود الفعل اللي صارت شوي حاده. تفضل. تفضلت. بس بالنسبه احنا الحمد لله كنا متوقعين الفوز من البدايه صراحه، يعني من دخلتنا كل شيء. وبالنسبه للامور اللي صارت، كانت تعسف من الاتحاد ومن الفندق، هم الخطا من جميع الاطراف. بس انت كاتحاد كمسؤول عن طلبه، انت 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 مجبور انك تحط بودغارديه كل سنه، يكون في بودغارديه للسنه اللي طافت للسنه هذه لاسباب الامانه ما ادري ليش. هل هم محتاجين فلوس؟ ما اعتقد. بما ان احنا اتحاد الحين نعرف بالامور الماليه والامور هذه، نهائيا ما كان محتاج فلوس. بودغارديه تنفيذيه اشتكوا من هالشيء هذا، مو بس احنا. احنا طبعا كطلبه حيل تضايقنا، حضر تجول صار بالفندق اللوبي، اقسم بالله يصعدوننا فوق وين قاعدين. انتوا كجهود طلبه او يعني كاتحاد كانت نتيجه متوقعه بالنسبه لكم، ولكن الاتحاد السابق ما كان متوقع هذه النتيجه، فعلى اساس كذي صارت هذه المشكله والامور. طبعا تحصل في كل مكان وكل الدول وبكل المجالات اللي عندنا في الكويت او خارج الكويت. ولكن فواز، كلمنا عن الخطط المستقبليه كاتحاد لكم في امريكا، شنو مخططين ان شاء الله؟ باذن الله احنا عندنا خطه، رسمين خطه كامله من اليوم لنهايه السنه. هالخطة هاي تشمل خطط أكاديمية وطلابية وثقافية واجتماعية ولا آخره، وخطة وركزنا على المستجدين، أني أوفر لك كل سبل الراحة.
فمن هالخطط هذه عندنا يعني راح يشرح لك اللي يرتكز عليه الاتحاد الجامعة الأكاديمية والطلابية اللي يرتكز عليها الاتحاد، وراح يتكلم عنها أخوي سعود جزاه الله خير إنه اجتمع مع الملاحق الثقافية واجتمع مع القنصلية وهذا، فالأمور التفصيلية عنده. فسعود كلمنا عن هو بدأ بأول السؤال، كلمنا عن اجتماعك مع الملحقية وقنصلية لوس أنجلوس وشنو هي تعامل البعثات الرسمية معكم؟ أدبنا أشتر رجيم. بالنسبة للملحقية كان في متطلبات يعني طلابية من الطلبة اجتمعنا فيهم سألناهم، طبعا الأشياء المعتادة هي صراحة يعني مو شيء جديد يعني اللي هي زيادة المعاشات، زيادة عدد اللاين، البلوكات العددية، البلوكات الأكاديمية، طبعا مو كل شيء الأمانة على الملحق، أن الملحق هم يعني ما بيده شيء، الملحق ما يشرع قوانين ويسوي أمور هذه كلها، بس أخذنا الموافقة والله الحمد في بعض الأمور صراحة من الملحقية. بالنسبة هم كان في طلب على تغيير الانشورنس اللي حق العلاج الطلب والأشياء هذه، والله الحمد إن شاء الله شقالين عليه وإن شاء الله أنه في أمور إيجابية بالنسبة له. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أخذنا أمور واجد يعني إحنا كطلبة كاتحاد فرضنا أشياء كطلبات نبيها إحنا منهم، وهم كذلك طلبوا منا أشياء اللي هي شنو يبون حملات توعوية، هذا شيء جدا جدا يعني احنا كنا نسويه أول بس كاتحاد الأمانة ما شفته. طلبونا بحملات توعوية أن تعلم الطلبة الأمور هذه، والله الحمد كل شيء بالخطط موجودة أن فيه حملات توعوية أن شلون الطالب حتى على المخالفات المرورية، في طلبة يجهلون الشيء هذا أن لو يكون عنده محاكمة أو كورت الأمور هذه الكورت عادي تكنسل فيسته ما أدري مو عارف، احنا كاتحاد هذه مسؤوليتنا الحين. صح. ممتاز عبد الله. مواسم السنة طبعا في أمريكا تختلف عن عندنا بالكويت سواء صيف أو لشتاء، موسم لشتاء عندكم في أمريكا شنو تقدمون حق الطلبة؟ شوف من ناحية موسم الشتاء ما نقدم حق الطلبة في أمريكا لأن تعرف العدد يعني تقريبا كل الطلبة يرجعون في الكريسماس عند أهلهم، جو مخيمات ومزارع هني يستأنسون الطلبة أكثر من الأجواء تكون أحلى هنا بالكويت. أجواءهم تكون أحلى هني في الكويت. من ناحية الخطة يعني اللي رسمناها أنا والشباب في أول اجتماعين لنا حق فترة الشتاء، يعني فترة جدا صغيرة، فترة شهر تقريبا، شنو راح تقدم؟ يعني عندك طلبة مستجدين، طلبتك اللي موجودين يعني اللي بلشوا في جامعاتهم، وعندك المتخرجين. يعني إن شاء الله حق طلبة المستجدين في دورة آلس راح نقدمها لهم اللي هي مالت اختبار المستوى. تعاقدنا مع بريتش كونسل، راح نحدد إن شاء الله الأيام عن طريق الموقع المؤقت اللي ما استلمنا للحين الموقع الرسمي من الاتحاد. ما استلمتوا المقر، ما استلمتوا الموقع. شو سوي بعد؟ إيش سوي؟ ولكن الرقم دام إنه ما استلموا المقرات ولا عندكم قاعد تنجزون قاعد تشوفون إنجازات حلوة. والله الحمد بعد مع كل هذا الصندوق بعد لحد الحين ما أخذناه، صندوق يعني فلوس مو قاعدين نسوي شيء. حسابات البنكية لكن لا الحمد يعني بفضل الشباب اللي ويانا يعني من الأعضاء والعاملين على قولتهم اللي يشتغلون معانا مو مقصرين الأمانة من ناحية جهودهم. من ناحية الموقع هذا إن شاء الله الموقع المؤقت راح نعرض فيه عن مخيم الاتحاد راح يصير، وبطولة كرة القدم راح تكون هم موجودة في عندنا في الكويت، ودورة الآيلتس اللي هي حق الطلبة المستجدين لمدة يومين راح يقعدون مع بريتش كونسل لهم أوقات محددة يجون الطلبة يستفيدون ويتعلمون، واللي يكون دائما في الختام اللي هو حفل الاتحاد اللي راح نكرم فيه حتى الطلبة اللي تخرجوا. يعني عندنا يعني أخوي علي عبد الله الحربي ما قصر رئيس اللجنة الأكاديمية قاعد ينسق معاهم من ناحية أسماء الطلبة من اللي موجود في الكويت من اللي يقدر يحضر من هذه الأشياء لأجل تكريم الطلبة، وهذا حقهم يعني الشرعي. جميل. إنزين عبد الله خلال هذا الموسم يعني خلينا نقول إحنا العطلة تبلش من متى عطلة العطلة؟ ماكو وقت محدد يعني مثلاً أنا جامعتي على حسب الجامعة يعني أنا جامعتي خلصت من 9/12. انزل يعني واحد من الشباب رئيس اللجنه الاكاديميه عبد العزيز خالد الشطي يخلص 23/12 ويقعد ليه نص واحد، انا اول واحد لازم امشي فيختلف. اي دائما كل انزل خلال هذا الموسم عموما في امريكا في بعض الولايات ما تواجه عواصف وامور طبيعيه يعني من هذا النوع، شلون انتم كاتحاد ممكن تعالجون هذا الشيء او تساعدون الطلبه من هالناحيه؟ من ناحيه التواصل احنا يعني اكونتاتنا مبطله من ناحيه التويتر، اكونتات يعني اكونتاتنا عامه لان نفس ما قلت لك المواقع للحين ما استلمنا، ما قدرنا نحط ممثلين الاتحاد يعني الموقع او شيء اساسي، يعني اذا انا عندي ممثل اتحاد مثلا في الولايه المعينه راح احط اسمه بالموقع بياناته وكل شيء. صح. فعشان اي طالب اذا ما قدر يتواصل وياي او اذا انا مثلا كنت بعيد عن التليفون لا بالموقع نفسه يقدر يدش يشوف من ممثل الاتحاد في المنطقه او في الولايه نفسها يتواصل وياه عن طريق الدايركت على طول عن طريق خط تليفون مو ايميل.
فهذا عائق كبير قاعد نواجهه الان، لكن لا الحمد كل شيء موجود، يعني تقدر بالتويتر يكتب اسم اي واحد من الاعضاء اللي معاي يطلعون اسامينا ويتواصلوا ويانا، وابد احنا بالشوف على قولهم ما راح نقصر مع الطلبه ونفس ما قالوا. يعني هذا شيء اشكر الحين القنصليه والسفاره على يعني دعمهم وتعاونهم معانا الخطوط الساخنه، حتى تليفوناتهم الشخصيه قالوا اي شيء ممكن يصير ابد احنا تحت امركم، وهذا شيء يشكرون له عليه. قواكم الله يعطيكم على القوه. ولكن تفضل قول. كان تم اخوي عبد الله بعد في بتويتر حسابنا نزلنا العواصف الاشياء اللي قاعد تصير، نزلنا تغريدات وخط ساخن للممثل المنطقه والبشر الرجيم وخط ساخن للقنصليه او للسفاره. فالامور هذه الحمد لله يعني متجاوزينها حيل ولله الحمد. وبالنسبه للقنصليه دام ذكرناها للامانه يعني كانوا جدا متعاونين معانا باسمنا الاخير، ونظمنا وياهم اكثر من ايفنت ولله الحمد، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. سعود احسك تبي تتكلم، تبي تقول وايد في اشياء وايد جدا نسولف فيها. تكلمنا الحين خلينا نتكلم عن تطوير رؤيتكم العمليه العلميه في امريكا، شلون راح تكون؟ شو نظرتكم لها؟ الامانه يعني من صراحة من وجهة نظري أنا كرؤية الأمانة المستقبلية الأمور هذه، يعني في أشياء يعني مثلا أن الطالب الحين لما يبتعث أهل الجامعات بس، عندنا الكولج زين ليش ما يروح على الكولج؟ في أنت كتعليم عالي يسمحون للطالب أنه ياخذ مواد فيها، ياخذ مادة أو مادتين مثلا أيا كان إن كلاس ولا أونلاين بالسبرينج أي تقريبا يعني بأي وقت عادي يعني، بس أنه مسموح له مادتين إلى الآن. ان شاء الله احنا بنطالب بزياده. انت دام تسمح للطالب انه ياخذ مادتين او اكثر او اقل انت سامح له، ليش ما تفتح للطالب انه يدرس فيها؟ في شيء غلط بالموضوع يعني، انت سامح للشيء هذا ليش ما تسمح له؟ للامانه يعني في امور واجد ما طالبوا فيها سابقين، ولله الحمد احنا ان شاء الله مبلشين فيها. ومن الاشياء المهمه لنا ان هذه توسع من الطلبه، توسع من الامانه الخبرات والرؤيه بشكل عام يعني مستقبليه. وعندك بعد المواد الاونلاين، ان الناس قاعده تتطور، قاعد تدرس اونلاين، شهايد اونلاين والامور هذه، واحنا عندنا بس 12 كريدت اونلاين. احنا نطالب ان نزيد عدد الاونلاين لاسباب واجد، يعني الناس قاعد تتقدم، والناس قاعد يعني ما شاء الله بالكويت الحين، انا على ايام ما تخرجت كان في الفلاش ميموري وكان في اشياء واجد، الحين يقولوا لي لا في اشياء يعني ما شاء الله يعني قاعد نطور. صار اونلاين الحين. اي فالحين احنا اللي بالكويت قاعد نطور، واللي برا قاعدين شويه يعني نسكر انفسنا. اشوف انه في تناقض بالموضوع، ما ادري ليش يعني، وكلها جهه واحده المعنيه التعليم العالي. انت برا قاعد تمسك وداخل قاعد تفتح ليش؟ طبعا الحين في سؤال اتوقع هذا كل واحد فيكم خليه ياخذ راحته فيه، يطلع اللي بقلبه كله، صندوق ما عندهم، الموقع ما اخذوه، المقر ما اخذوه، فطلع كل اللي بقلبكم. ونبلش فيك فواز، كل ما حاب توجهها للطلبه وللمسؤولين. اوجه اول شيء للمسؤولين، يعني المسؤولين ما يقصرون، جزاهم الله خير، التعاون للحين قاعد نشوفه انه جبار التعاون، ولكن في قرارات تعسفيه، قرارات غير مدروسه شوي من التعليم العالي، مثل البلوكات على التخصصات على الجامعات. اتمنى ان هذا يعني نلقى لنا حل على هالامر، ونقول للطلبه ان لا تحاتون، احنا موجودين واحنا بخدمتكم، وان شاء الله الثقه اللي اعطيتونا اياها بسان فرانسيسكو ما تروح، واحنا قدها ان شاء الله. عبد الله، اول شيء احب اشكر قناه الراي واشكركم ان اخذنا من وقتكم. من ناحية تبي تقعد لاخر الحلقه؟ قاعدين ابد، ما في اشكاليه. اشكر حتى الجهات المعنيه، يعني اشكر الملحق والقنصليه على تعاونهم مع اخوي سعود يوم راح لهم، هو واخوي عبد العزيز خالد الشطي يوم راحوا هناك حق القنصل والملحقيه، اشكرهم على تعاونهم مع الشباب. من ناحيه التعليم العالي احنا ان شاء الله لنا قاعده معاهم، وانا كلي ثقه فيهم. اكيد كلي ثقه في الاشخاص اللي موجودين هناك، راح يتعاونون معانا لاجل هي فقط خدمه الطلبه. يعني احنا كاشخاص ما وضعنا على المناصب هذه تشريف الا تكليف للطلبه، يعني احنا وضعنا بثقه الطلبه لخدمتهم، واحنا ان شاء الله بتوفيق من الله ان شاء الله راح نكون قد هذا يعني التكليف، ونشرف اخواننا الطلبه. ومن ناحيه الاتحاد السابق احب اشكرهم على كل ما قدموه. ممتاز. احب اشكرهم جدا يعني على يعني خلال 14 سنه اللي هم مشوا عليها ما شاء الله، يعني سلسله جدا طويله. احب اشكرهم على كل اللي قدموه خلال 14 سنه، ولكن انا اطالبهم الحين ان تمدون يد العون. الحين ما صار الموضوع فقط انه لا هذول مو ربعنا، لا خلاص ما نكمل، لا احنا عندنا طلبه
لما نخلص مشاكلهم، لما نخلص شغلهم، فمنحتاج وقفتكم في بعض الأمور، تسليم المتطلبات اللي تكلموا فيها الشباب من ناحية الحسابات البنكية، من ناحية الموقع، من ناحية المقر لأجل الطلبة. وبس يعطيكم العافيه. اتوقع سعود دانا طوفتك لان بقلبك كلام وايد، تفضل. الله يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. الامانه يعني احنا ندعو ان الشركات والمؤسسات الدوله والامور هذه كلها انهم يدعمونا صراحه، ان احنا عيالكم اول شيء، احنا منكم وفيكم، احنا ما تواجدنا وما قلتهم كلفنا نفسنا بهالشيء الا لخدمه الطلبه وخدمه اخواننا اللي بامريكا كلهم بشكل عام. نحتاج دعم، دعم مادي، دعم معنوي، بشتى انواع الدعم صراحه يعني. وبالنسبه للتعليم العالي للامانه ان الامانه متاملين فيهم خير. هذه اول سنه لنا ان شاء الله، وباذن الله ان نمسك ان شاء الله خط طويل باذن الله بانجازات ان شاء الله يعني. لا احد ياخذها بمحمل ان لا بانجازات ان شاء الله باذن واحد احد. وبالنسبه لهم برد عن التعليم العالي للامانه يعني متاملين فيهم خير، وباذن الله ان كل الاشياء ايجابيه بالنسبه لهم معاهم. الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك. ما ودي ان قلتهم نفتح مواضيع ثانيه، انا خلصنا ان شاء الله. المواضيع الثانيه انت قلت تحتاجون دعم، انا بالنسبه لي انا زميلتي دانا وبرنامج رايكم شاء الله طاقم كامل، كل احد تكون عندنا فقره خاصه لطلبه الكويت في جامعه الكويت او خارج الكويت، اي طلبه عندكم مشاكل هموم تبون تنقلونها في هذه الفقره انا مستعد انقلها لكم، بس راح اتواصل معاكم اخذ ارقامكم والاكونتات ونتواصل ان شاء الله بعد الحلقه ونشوف شنو عندنا نقدمه للاسابيع القادمه. لكن عبد الله بشكل سريع في الختام نبي نعرف منك، اي طالب الحين قاعد يتابعنا حاب يقدم حق امريكا ويدرس هناك، شنو الخطوات اللي يسويها من الكويت لين يوصل هناك؟ من ناحيه تقديم الطالب يتواصل ويانا بشكل مباشر، وان شاء الله من العين هذه قبل هذه راح نكون وياه من الكويت لين يوصل لامريكا ان شاء الله. ان شاء الله ما راح نقصر معهم، هذول حسبه اخواننا يعني بكره انا ماشي هو راح ممكن يصير بمنصبي. زين بالنسبه راح يخدم اخواني بالذات. بالنسبه حق الاوراق شنو يقدم ويروح خطوات هذا لا هذه الاجراءات عندنا يعني احنا يعني بشكل سريع ان تكون مثلا عندنا لستة يعني اول ما تتخرج وين راح تروح؟ اي التعليم العالي يطلبون منك نبلغه 1 2 3 4. ممتاز. لازم قبل ما تروح وقبل ما تضيفهم على الموقع الالكتروني لازم هالمطالب تكون موجوده. نعم. علشان تبلش بالخطوه الثانيه الثالثه عندنا يعني احنا نتفاهم هنا حزتها مع الطالب بشكل تفصيلي لان الموضوع جدا طويل هو. اي نعم يعني بالنسبه لعبد الله بعد هم كلام عبد الله ان هم لما طالب يجي مثلا طالب اللغه عندنا لسته بالمعاهد المعترف فيها ان قاعد نعاني من مشكله البلوك اللي 50 طالب وبلوك المعهد نعطيه لسته. طبعا راح يكون في تواصل للامانه بالاجتماع الاخير تواصلنا معاهم وقالوا لنا راح يكون في خط ساخن على الشيء هذا بالذات. ممتاز. ان كنا نعاني فيه بالصيف. ممتاز. والحمد لله خلصنا المشكله هذه. وبالنسبه للجامعات في لسته ان عدد الطلبه ومتى راح يجيها بلوك، ما سوي توزيع جغرافي صراحه يعني. حلو. يعني ما يكون تكدس الطلبه احنا ايه؟ بشكل عام بامريكا يمكن باربع جامعات الكويتيين بشكل عام الكويتيين كلهم باربع خمس جامعات اعداد مهوله صراحه يعني في سوء بالتوزيع الجغرافي. 700 عندي. الله يعينك. فباذن الله الشيء هذا ان شاء الله انه باذن الله انه في خطه عليه وان شاء الله امور طيبه ان شاء الله. قواكم الله واكيد الطلبه ما عطوا صوتهم الا للمكان الصح وانتم قدها وقدود. شكرا لك عبد الله السويلي رئيس الاتحاد الوطني لطلبه الكويت فرع الولايات المتحده، وسعود الشمري نائب الرئيس والمسؤول عن طلبه ويست، وفواز الكندري الامين العام. شكرا لكم لتواجدكم معنا اليوم. يعطيكم العافية وموفقين يا رب، ونشوف إنجازاتكم خلال السنة القادمة. وهذه كانت حلقتنا باختصار جانب التصوير وجانب الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في أمريكا، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جاية. مع السلامة.